قدس محمد شوقي علاك، أهلا بك محمد. وكيف هي أو ما جديد حالة الحاج الجزائري؟ أهلا إيمان، السلام عليكم مشاهدين قناة النهار وكل متتبعينا عبر العالم. بطبيعة الحال كما عودناكم بالمباشر من البقاع المقدسة، سنعود إلى ربما نتكلم عن الحاج المريض المتواجد بمستشفى النور. حسب مصادرنا أن اسمه خليفة ميلود، وهو متواجد منذ بتحديد 8 أيام أو 9، وسوف يتم نقله إلى مستشفى جدة لأنه حالته خطيرة جدا وربما تستدعي إلى عناية أكثر من مركزة. موضوعنا اليوم سنتكلم عن الحجاج الذين بدأ ترحيلهم منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر إلى مطار جدة ومن ثم إلى الجزائر. الرحلة الأولى كانت متجهة إلى الجزائر وكان فيها يعني حجاج من عدة فنادق، يعني لم تكن رحلة منظمة بالتحديد لأن الرحلة الأولى كانت مخصصة للبعثة الجزائرية، وجل الحجاج الذين تنقلوا فيها وسوف تصل إن شاء الله إلى الجزائر على الساعة 1 زوالا كانوا من أعضاء البعثة الجزائرية. أما فيما يخص الرحلة الثانية، رحلة رقم 9002، يعني تجمعت ابتداء من الساعة 5 صباحا هنا بفندق مواسم وستنطلق من هنا من مطار جدة على الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر، يعني 3 زوالا بالتحديد، والتي كان فيها 314 حاج. إذا الطائرة الأولى كان فيها 327 حاج، الثانية 314، والثالثة هذه متوجهة لوهران، الثالثة متوجهة إلى الجزائر العاصمة، ستصل إن شاء الله في حدود تنطلق في حدود الساعة 7 مساء وربما تصل الساعة 11 أو 12 مساء وبها 355 حاج. ربما معنا بعض الحجاج الآن الذين سوف بدورهم يأخذون طيارة للعودة، الطائرة إلى العودة إلى الجزائر أو ربما الذهاب إلى المدينة لمن لم يزوروا المدينة. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، وش رايك؟ لاباس الحمد لله. واجد للرجوع ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. قولي غدوه ان شاء الله وين راك موجه؟ موجه ان شاء الله للمدينه. الحمد لله الذي وفقنا الى زياره البقاع المقدسه، بالنسبه لي هذه افضل ذكرى نتمناها لكل مسلم يزورها ان شاء الله، وابلغ تحياتي الى اسرتي اسامه اسمى عادل اكرام ايمن والزوجه والاب وخميسه. وربما راك محمل بالهدايا لافراد العائله. اكيد 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 ان شاء الله اكيد اكيد. وش شريت لهم؟ بعض القطع الاثريه المتعلقه بالبقاع المقدسه. ان شاء الله تكون احسن هديه. احسن هديه بالنسبه لي هي ماء زمزم، ان وفقنا الله وتركونا في الخطوط الجويه السعوديه لايصالها الى كل من اوصانا بهذه المهمه الاكثر. ان شاء الله بالتحديد هي يعني الكميه يعني المسموحه خاصه مع الخطوط السعوديه هي 5 لترات وتكون مغلفه بغلاف خاص. صحيح انه الخطوط الجويه الجزائريه ربما نقول احسن لانها تترك حجاجنا ياخذوا كميات اكثر من المياه. اذا نعطيك امانه تبلغها الى الجزائر، نعطيك المياه انت توصلها الى الجزائر. بارك الله فيك. ربما نشوفوا حاج اخر سوف يتجه الى الجزائر ان شاء الله. مرحبا بك. قاسم من قاسمتيني ولايه ام البوق ان شاء الله. غدوة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي اجعله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لكل الجزائريين والجزائريات ولجميع المسلمين. اللهم يا ربي احفظ بلادنا وولادنا، واحفظ يا ربي جميع من حارس على الحدود الجزائر يا ربي من الشرق للغرب للوسط يا ربي يحفظه. الحاج قول يا راك متوحش ولادك. متوحش بلادي الساعة الأولى، متوحش ولادي بلادي الساعة هي الأولى. نحمد ربي وغدوة إن شاء الله بحول الله على 12 نديماري ومن هنا لجدة جوايل 11 تاع الليل إن شاء الله نتاع الجزائر، نكونوا إن شاء الله نديماري ولا الجزائر 5 تاع الصباح نتاع الجزائر إن شاء الله نكونوا في قسمطينة بحول الله تعالى إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وربي يحفظ بلادنا ويحفظ ولادنا وربي يحفظكم معنا ان شاء بارك الله. بارك الله فيك الحاج. اذا ربما الرحله التي سينتقل عبرها هذا الحاج سيكون بها 110 حجاج قدر، ونضرب لكم موعدا في ساعات الاخباريه القادمه. شكرا جزيلا الايمان. شكرا جزيلا لك محمد شوقي اعلاك، وحج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميامين، ونتمنى لهم العوده ان شاء الله سالمين غانمين لاهلهم.